بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله رح نحكي عن الدبل انتجرال اوفر نون ريكتانجولر ريجن. يعني قبل كنا لما عم نتعامل معها عم بتكون دائما الحدود هي عبارة عن ارقام. اليوم بدنا ناخد امثلة على تكاملات الحدود فيها هي عبارة عن functions. مثلا كان في عنا الرسمة هاي، رسمة x ورسمة y. عنا هون النقطة a وهون النقطة b. عنا هون function بهذا الشكل وهون function بهذا الشكل. احنا بدنا المساحة المحصورة ما بين هدول two functions، بينما يعني بين النقطتين a and b. هذا الفانكشن خلينا نسميه جي اكس، وهذا الفانكشن خلينا نسميه اتش اكس. التنتين موجودين في على الواي اكسس، يعني بنقول واي ايكوالز تو جي اكس اند واي ايكوالز تو اتش اكس. كيف بنطلع هاي المساحة؟ رح نقول التكامل من اي لبي، والتكامل من اتش اكس للتكامل لحد جي اكس. جوا رح يكون الفانكشن اللي اسمه اف اكس واي. هون عنا دي واي دي اكس. لاحظوا دي واي هي يلي مع الفانكشنز. بدنا ننتبه ان هالفانكشنز هي يلي تكون التكامل تبعها لجوا، يعني هي اللي نكاملها بالاول بعدين نكامل بالنسبة للاعداد عشان الجواب يطلع معانا على شكل رقم مش على شكل ريليشن. طيب لو كانت الرسمة بالعكس، لو كانت بهذا الشكل والخطين كانوا بهذا الشكل وهم كانوا النقاط A and B، وكنا بدنا المساحة اللي محصورة ما بينهم في المسافة ما بين A ل B، شو رح يكون التكامل؟ رح يكون عنا تكامل من C ل D، التكامل من F Y لحد التكامل تبع G Y للفانكشن H X Y. فرضا انه هذا هو الفانكشن، هون دي اكس هي اللي قبل دي واي اند سو. فهذا هو البيس اللي احنا رح نكون عم نشتغل عليه، انه احنا بنطلع نتعامل مع بس ارقام، صرنا عم نتعامل مع فانكشنز كمان. اول مثال رح نحله، السؤال اعطانا التكامل جاهز واحنا بس علينا ان نلاقي قيمته. التكامل من 0 ل 4 والتكامل من صفر لجذر y. الفانكشن هون هو x y تربيع، طبعا عندنا dx قبل dy. عشان نحله شو رح تكون step number one؟ step number one هي ان بدنا نكامل هذا الفانكشن بالنسبة ل x، يعني رح يضل عندنا التكامل من صفر لأربعة. هون between brackets رح يصير عندنا x نص x تربيع y تربيع، من لما x بتساوي صفر لحد x بتساوي جذر y، وهون ضل عنا dy. رح نوصل هلأ لفانكشن كله مكتوب بدلالة y من صفر لأربعة، كله مكتوب بدلالة y ورح نكامله بالنسبة ل y، يعني رح نكتب dy. رح نعوض ال y بعدين رح نعوض الصفر، ناتج تعويض الصفر هو صفر. طبعا هون عم بنعوض مكان x، نص جذر y تربيع هو y مضروبة ب y تربيع، إذا صارت نص y قوة 3. لما بدنا نكامل هذا الفانكشن هلأ بالنسبة ل y، رح تكون قيمته هي عبارة عن y قوة 4 على 8 من النقطة 4 للنقطة 0، يلي هي بتساوي y 4 قوة 4 على 8 اللي هي 256 على 8 وبتساوي 32. احنا هون ما عملنا اي عملية لتبديل الحدود، بينما لو كنا بدنا نبدل الحدود كان عندنا من y بتساوي 0 ل y بتساوي 4 ومن x بتساوي 0 ل x تربيع y. يعني المساحة المحصورة هي لو بدنا نرسم الرسمة تبعتها مبدئيا هو عبارة عن منحنى بهذا الشكل مرفوع للأعلى، وإحنا وصلنا بس لعند الأربعة وكنا عم نشتغل على الجذر الموجب، إذا إحنا أخذنا بس هاي المساحة. عرفنا ليش هاي المساحة بالنسبة للواي أكسس، إنه أخذنا من الصفر للأربعة وسريع الإكس أكسس. بس ليش أخذنا بس هذا النص؟ ليه ما أخذنا النص الثاني؟ لأنه كان عندنا إكس
بتساوي جذر واي، يعني x تربيع بتساوي y. احنا بس عم نتحدث عن الموجب، اذا رح تكون بس هذا النص من المنحنى. خلينا ناخذ كمان مثال. المثال اللي رح نحله هلا رح يكون التكامل. عندنا دبل انتجرال بالنسبه ل r، هون الفانكشن هو x زائد 2y and dA. رح يحكي لنا السؤال لما يكون مكتوب بهذا الشكل، رح يحكي لنا bounded by what. سؤال هون حكى انه bounded by y بتساوي 2x تربيع and y بتساوي 1 زائد x تربيع. It's non-rectangular. ليش؟ لو بدنا نرسم هدول التو functions، خلينا اول شيء نرسم رسمة مبسطة لإلهم قبل ما نبلش نحل التكامل. عندنا هون المستوى الديكارتي، خلينا بس نرسم النص الاعلى منه. هاي الواي اكسس وهاي هون الاكس اكسس والواي اكسس. الفانكشن اللي هو واي بتساوي 1 زائد اكس تربيع رح يكون بهذا الشكل هيك. الفانكشن اللي هو واي بتساوي 2 اكس تربيع رح يكون بهذا الشكل. اذا هذا رسمته هي الخضراء وهذا رسمته هي الحمراء. احنا بدنا المساحة الفوليوم يلي محصور ما بينهم. اول شيء واضح كتير obvious انه هو مش rectangular. المسافة المحصورة بينهم رح تكون هي هاي المظللة بالازرق. لما ننزل حيكون عنا هون نقطة وعنا هون كمان نقطة تانية. اذا شو رح يكون التكامل؟ من سالب واحد لواحد. طلعنا هدول القيم بعد ما ساوينا two functions ببعضهم البعض. إذا نحن عنا التكامل من سالب واحد إلى واحد، هذا بالنسبة للإكس اللي هم هدول النقطتين. سو عنا التكامل من سالب واحد لواحد. عنا كمان تكامل رح يكون لهدول التنين، رح نحط الأصغر هو تحت والأكبر هو يلي فوق. فرح نقول من 2 إكس تربيع لواحد زائد إكس تربيع. الفانكشن السؤال أعطانا يا إكس زائد 2 y، ما رح نغير عليه. احنا عم بنكامل بداية بالنسبة ل y then بالنسبة ل x. الفونكشنز هم يلي بدي اياهم يكونوا في الداخل، والاعداد هي اللي رح تكون لبر. خلينا نكامل هذا الفونكشن بالنسبة ل y. ال x رح تصير x y، صار عنا هذا بيطابق التكامل من سالب واحد الى واحد. لا، x مضروبة ب y زائد y تربيع، من لما y بتساوي 2 x تربيع لحد y بتساوي 1 زائد x تربيع. والتكامل هذا dx يعني بالنسبة ل x. خلينا نعوض القيم سوا. نحن عندنا التكامل من سالب 1 إلى 1 ل x مضروبة ب 2 x ب let's say 1 زائد x تربيع زائد 1 زائد x تربيع 2 x تربيع ناقص 1 زائد x تربيع. x هي موجب وسالب 1، فإحنا لسه عنا تكملة اللي هي ناقص x مضروبة ب 2 x تربيع زائد 2 x تربيع الكل تربيع. هلأ رح نوزع كل x على القوس يلي بعدها عشان نوصل لهذا التكامل. رح يصير عندنا التكامل من سالب واحد لواحد ل x زائد x تكعيب زائد واحد زائد 2 x تربيع زائد x قوة 4 ناقص 2 x قوة 3 ناقص 2 x قوة 3 ناقص 4 x قوة 4 dx. يعني هذا الفانكشن بدي اكامله بالنسبة ل x. اول اشي رح اعمله اني رح اجمع الحدود المتشابهة، يعني كل x تربيع مع x تربيع، x قوة 3 مع x قوة 3. نلاحظ انه عندنا 3 x قوة 3، هاي اول وحدة وهي تاني وحدة وهي ثالث وحدة. x تربيع عندنا بس وحدة، و x قوة 4 عندنا تنتين، هاي x قوة 4 وهي x قوة 4. x قوة 2 عندنا بس وحدة، و x قوة 1 بس وحدة، و x قوة 0 بس وحدة، يلي هم الحدود الثابتة. بعد ما نكاملهم رح نوصل لسالب 3 على 5 x قوة 5 ناقص 3 على 4 x قوة 4 زائد 2 على 3 x قوة 3 زائد 1 على 2 x قوة 2 زائد x. التكامل من سالب 1 إلى 1.
يلي هو تنين مضروبة بناتج تعويض الواحد فيهم، يعني تنين مضروبة بناتج جمع هاي الكسور اللي هو سالب 3 على 5 ناقص 3 على 4 زائد تنين على 3 زائد نص زائد 1 مضروب بتنين، يلي بالآخر رح يكون الجواب بعد ما تحلوها وتجمعوا الكسور وتوحدوا مقامات رح توصلوا ل 151 على 60. خليني اكتب لكم الفاينل انسر 151 divided by 60. هذا هو الفاينل انسر لهذا التكامل. رح نحل مور اكزامبلز ان شاء الله بالفيديو الجاي على الدبل انتجرال اوفر نون ريكتانجولر ريجن، نتعلم شو هي انماط الاسئله اللي ممكن انها تيجي. هيك بنكون خلصنا اليوم، ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كثير. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وما تنسوني من دعائكم، وبتمنى لكم كل التوفيق.